في الثاني واذا كذبت في الاولى فقد صدقت في الثاني ثم دخلتكم في روم تقول والله اني صادق بس ماني بصادق بس اقصد قبل البرنامج النسخه اللي فوضى هذا اسمه الهبد المساعدي امس ابراهيم ابو فمين كان معانا في الكوفيشن روم ابراهيم ابو فمين انا من الاشخاص اللي دائما معجب بالرياليتي والحضور والطاقه اللي موجوده عنده وكان يذكر لنا ان كل شيء جالس يسويه في البرنامج هو رياليتي وان كلام اليوم هم هادمين اللذات ومفرقين الجماعات بل ان شبهنا بالموت في كثير من الاحيان خلونا نشوف المقطع الخاص ابراهيم ابو بعد انتهاء فقره كلام اليوم وطقطقت اخويا عليه وزعله نفتح والله <applause> احنا والله عثمان عثمان اقول لك عثمان ما لقيت رياليتي هناك <تصفيق> <تصفيق> فهد يعني هذا ابراهيم ابو فمين ابراهيم ابو فمين الذي شدب عراقيب اخوياه ابراهيم صحيح. ابو فمين الذي اطلق عليهم لقب السبائك الذهبيه ابراهيم ابو فمين اللي حث الرماده في وجيههم مم. حلو مم. هو الذي زعل منهم امس يوم زي مزحوا معه اه. شفت يعني يعني انا عندي مشكله انا دائما اقول للزملائي، والله م. العظيم هنا ولا في دوامي الاول اقول يا جماعه الخير اذا مزحت انا معك اه. اعرف اني بتقبل منك اي شيء اه. يعني اذا صدق مره مزحت معك ثقيل اعرف انك لو تسوي معي اللي تسوي بتقبل منك اي شيء، لكن اذا ما مزحت معك ما بتقبل منك اي شيء، لان الدنيا اخذ عطا أه عرفت؟ تاخذ مني اخذ منك، تعطيني اعطيك، هي كذا، اما سالفه اني أه انا ابراهيم مفمين فمين اطلق عليهم السبائك الذهبيه، واحثي أه الرماده في وجيههم، أه واقول لهم شدابة عراقيب، أه بس يوم مزحوا معي، سويت مشكله على الهواء، ومشكله أه في الغرف، و... أه يا شيخ ب... بعد بالغت وش كان امس بالغت وش الحركه اللي كان ابراهيم يبغى يوصلها؟ ليش يسفه زملاء وهم ينادونه وهم يحاولون يلطفون الجو معه؟ لان ابراهيم ابو فمين شوف لعبوني ولا اسمح لي اقول لك حاجه قول احنا خطينا في حاجه احنا وضعنا ابراهيم ابو فمين في مصيده ووضعناه بين فكي الذئب كيف وضعنا بينه في فك عززنا له في سالفه السبائك الذهبيه صحيح. حتى تعلق هذا اللقب في ظهر أوه. النسخه فاصبحوا لا يسمون في تويتر الا بالسبائك الذهبيه أوه. ثم اتى امس وطينها بحثو الرماد ويحسب انها بتناخذها أيه؟ مثل السبائك الذهبيه ومساله شذب العراقيب ويقول لهم شذابه عراقيب بناخذها فكاهه ما درى اخويا بتحسسهم فعلا منها أوه. يعني خلاص حط النقط فوق الحروف خلنا نشوف خلنا نشوف افتح حسس ما يبغى يطلع غلطه ما يبغى يطلع غلطان لذلك ابراهيم ابو فمين اعتقد انك امس يعني يعني اذا كنت ابراهيم ابو فمين بتمزح أه مع احد تقبل من المزح طيب ابراهيم ابو فمين يؤشر بيده يقول اسكت اسكت اسكتوا اسكتوا م. ما عليكم مني انا عارف اتكلم انتم لازم تنصتون لي انتم لازم تسمعون لي ب... بس بالله تاكد عسى ما حول اهرامات عشان ما يحتي في وجهه وجه من, من في من في من شفت يعني آه لا حول ولا قوة الا بالله، نسأل الله العفو والعافية. يا <applause> علي العمري وفيصل نيافي يكونون معنا في الكفش الروم في اسرع وقت ممكن والله يهدي النفوس. ابراهيم انت المايك طافي وحتى لو كان المايك شغال فما راح يعني ناخذ صوتك لانك في انت يعني في النهاية انت امس <applause> ما هيس. اعطيتنا اي دلالة او حتى اي اجابة او البرنامج متاح لك انك تقول اعتقد ان ابراهيم ابو اعتقد زيطان. ان ابراهيم ابو فكر مايك ورماه صح؟ أه ارجع كذا احس إيه هل ابراهيم فك المايك؟ جا انا شفت فك الماي الريالتي ارجع لي موجود معي ابغى اوريك الاستقراء ان نعرف نقرا المتسابق حتى وحما ما والله انها لماذا لماذا تراجع؟ هل اعتذر من سالفه حذو الرواد؟ هل اعتذر من السباك الذهبيه؟ طالب لم يعتذر ولن يعتذر لان هذه النسخه للاسف لا زلت اقولها بالفم المليان، هذه النسخه لا يوجد فيها من يجرؤ على قول لم الحق. لم علم يا ابو الحق لم علم ابو فهد. اعتقد ان ابراهيم ابو ترى اغلب اليوم كان زعلان يعني ما طلع من الغرف م. عرفت؟ واعتقد الان بعد هذا الكلام انه بيزعل اليوم زياده فانا لله وانا لي راجعون يعني. بالتوفيق علي معنا موجود في نياف؟ علي يا ليت توجه معنا في الكوفي الروم روم انت و